شارع ورشة الحاجة نبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهاردة جايين في فيديو جديد، يلا بينا نلف الدنيا ونلف شوية. النهاردة بإذن الله هناخد جولة في فرشة، هنشوف كل حاجة مع بعض ونشوف احنا فين. بس ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناة وفعل زر الجرس على كل عشان تصلوا كل جديد. اكتبوا لنا تحت في الكومنت حابين فيديوهات عن ايه تاني. بس كده ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. مبدئيا كده خرشد كلها من على المحمودية، أماكن بيع البورسلين والسيراميك والحاجات الخاصة بالسيراميك كلها. يعني أدي كده طريق المحمودية، ما شاء الله محلات كبيرة، لسك وجوهرة وحاجات من هذا القبيل هتلاقوها هنا، محلات فاتحة. بعد كده اللي قدامنا ده شارع المسجد الكبير، شارع السوق. كل الحاجات السيراميك الخاصة بالسيراميك والحواض والخلاطات والكلام ده كله ما شاء الله موجود هنا، يعني محلات ياما. بحس ان انتوا لو مرتحتوش في محل تلاقوا حد تاني. ادي مسجد خرشد الكبير اهو، ما شاء الله. ادي محلات اهي طول ما احنا كده ماشيين. وادي ده بقى شارع السوق من اوله كده، هناخد جولة فيه ونشوف يا ترى في ايه. لأول مرة زيكم بنزل المنطقة دي كالمعتاد، ما ليش حد فيها، ما فيش مشوار يتطلب مني ان انا انزله، ف هنتفرج مع بعض ونشوف الشارع ايه. من الواضح ان هو شارع كبير وعمومي، وفيه هو كده كرنيات زي احنا شايفين بتركب. ما شاء الله الطيور والفراخ الزينة، الحيوانات الأليفة موجودة هنا، محلات متنوعة، محلات أجهزة. شارع من الشوارع اللي تلاقوها تبدا تهدى بالليل، يعني حركه طبعا بسيطه، واحنا لسه المغرب لسه مأذن، فالحركه بسيطه قليله. مسجد السلام، طبعا احنا دخلنا شوارع حيوي دلوقتي الدنيا هتكون مظلمة تماما فيهم، مش هنعرف نشوف حاجة، مش شايفة اضاءات في الشوارع الجانبية. يعني طبعا انا لما سألت وعرفت كان الشارع ده فيه سوق في الاول، بس خلاص اتشال دلوقتي. الدنيا زي ما احنا شايفين كده مظلمة تماما، واخر الشارع ده بيكون موجود 30، منطقة 30. هي منطقة 30 دي هنكتشف ان شاء الله مع بعض. حاولت ان انا ادخل في شارع جانبي كده، مش هنغوط قوي زي ما احنا شايفين.
الدنيا زي اي مكان بيكون شعبي والبيوت والكلام ده كله. والدنيا مطربة النهاردة برضو، شبورة موجودة، مسجد تالت اهو، يعني كان مسجد خورشيد الكبير وبعد كده لقينا مسجد السلام تقريبا، وده دار القرآن الكريم. بمناسبة القرآن، كل اللي عنده أولاد يحاول يحفظهم في سن صغير. مسجد حبيب الرحمن، يحاول يحفظهم في سن صغير القرآن. فعلا التعليم في الصغر كان نقش على الحجر يا جماعة، هو الجزء الأولاني من الحياة، ده هو اللي بيفرق في حياة الإنسان، وهو ده اللي بيتغرس في القلب. يعني لو العيال طلعوا بيحب القرآن من صغرهم، أو الجزء يعني كم القرآن اللي بيحفظوه في الأول ده، خلاص بيثبت كده، بيبقى في الصدور، ما بيتشالش غير الحفظ اللي على كبر ده بيتفلت. فحاولوا ان انتوا تعملوا كده مع اولادكم، هيفرق معاهم جامد، ان شاء الله يبقى في ميزان حسناتكم. الشارع فيه حاجات خاصة بمواد البناء بقى، اللي هو الرمل والاسمنت والكلام ده كله. سجاد، سوبر ماركت، صيدليات، الإحساس هو كأننا في الريف كده، لأن دايما نحس في الأماكن الريفية الدنيا بتقفل من بدري بدري، من بعد المغرب خلاص مفيش نزول، مفيش تمشية، مفيش الكلام ده كله. فهو على ما أعتقد كده هنا كمان، بص السيراميك والحاجات، أو تكون المنطقة غير مأهولة بالسكان يعني كتير، يعني مفيش كثافة سكانية أقصد، وده ما أعتقدهوش بصراحة. الشارع ده لقيناه واسع شوية، علامته مسجد السلام، فأوله على ما يبدو زي سنتر، في أكاديمية سبورت أهو، حضانة أو أكاديمية للكاراتيه والكونغ فو والكلام ده كله. فقلنا إن احنا ندخل نشوفه، يعني شوية في رجل، في حركة، مفيش إضاءات طبعا، الإضاءات المنورة دلوقتي من المحلات أو مداخل العمارة. الدنيا بسيطة، البيوت شعبية، البيوت برضو اللي هي زي بيوت الأرياف، الطابق والطابقين كده. مسجد قباء، ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم زد وبارك. من اكتر الحاجات اللي لفتت نظري هنا في المكان ان هم في يعني اهتمام بالمساجد وكده، في اكتر من مسجد، مش الدنيا فين وفين على ما نلاقي مسجد، لا في اهتمام ما شاء الله. كده دخلنا بعد ما تفرعنا، لقينا نفسنا في شارع ورشة الحاجة نبيل. الشارع ما شاء الله ده حلو حيوي زي ما احنا شايفين، مطعم بقى، نلاقي محل المكتبة، يعني سوبر ماركت، عصير اهو، العاب، صيانة للتليفونات الموبايل والكلام من هذا، ما شاء الله. يعني ملابس برضو، كتاشي،
احب انا الشوارع تكون فيها حياة كده، ما بتبقاش مقطوعة، فيه خضار برضو في الشارع، حيطارة. العطارة والرز والكلام ده كله ما شاء الله، مخبوزات في السيارات. ما شاء الله شارع حلو. طبعا كلهم اهل في وسط بعض كده، وحس في ألفة كده. ومطعم على يميننا برضو، مشويات عمار. دخلنا في شارع تاني من الشوارع الجانبية عشان نطلع تاني على كوبري 30. يلا بينا. وادينا بقينا في اخر الشارع من الشوارع الجانبية عشان نبقى في الشارع العمومي من تاني، شارع السوق او شارع مسجد خورشيد الكبير. قهاوي طبعا بالليل. هل يا ترى ده كوبري 30 او لا؟ هنعرف في الوقت ان شاء الله. يعني طلع كوبري 30 زي ما كنا متوقعين، وبعدين بقى طبعا لو كملنا ماشي لحد قدام كده في الشارع ده هيطلع على الزوايدة. افتكر ان احنا عملنا فيديو قبل كده في موضوع الزوايدة ده، قريب من العوايد والكلام من هذا القبيل. المشكلة ان هنا المنطقة تكاتك، يعني مش لاقية مشاريع. العيال مثلا بيبقوا رايحين الدرس وجايين من الدرس، يستنوا اي تروسيكل ولا حاجة معدية ياخدنا معاك، والله مش عارفة ايه كده يعني. اكيد مش هيركبوا مع التوك توك، ومفيش تنايات او حاجة يعني. كده عرفنا شارع الكوبري 30 ده بيطلع على الزوايدة والعوايد زي ما قلنا. نرجع بقى تاني على كوبري 30 ده من برا. ان شاء الله لو لقيت اي حاجة معلومات عن منطقة خرش بإذن الله احاول اكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس او صندوق الوصف، لان بصراحة انا ما عنديش خلفية معلوماتية. نسأل جوجل. واتمنى لو حد من المنطقة بيتابعنا او عنده خلفيه معلوماتيه عنها يكتب لنا في الكومنت علشان الكل يستفاد. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نقطة خورشيد عدت، مركز اثنيني، في معمل، في مسجد تاني اهو ما شاء الله برضه.